السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في فيديو جديد، درس جديد. أنا أعتذر، اليوم تأخرت، المفروض الدرس نحضره 10 صباحا، أني متأخرة بساعة. صح، نبدأ الدرس مع بعض. اليوم عندنا درس الثالث للسنة الثانية متوسط من المقطع الأول اللي هو الأعداد الطبيعية والأعداد العشرية، العمليات على الأعداد الطبيعية والأعداد العشرية. اليوم راح نقرأ الأقواس وحاصل القسمة، نشوفوا مع بعضنا النشاط ومن بعدك نروح نحلو التمرين ومن بعدك نعطيكم التطبيق اللي يروحوا نحلوه مع بعض في الجروب. أول حاجة كلي أنجز الحساب، راه كلمة أنجز مش واضحة في الورقة. أول سؤال قلي أنجز الحساب A تساوي 14 على 6 على 3 زائد 1، ونفترض أن كل من البسطي والمقامي عبارة بين قوسين. اكتب أ دون رمز خط الكسر ثم احسب. هنا راح نحترموا كل واش قالنا. اول سؤال قال لي اكتب أ دون رمز خط الكسر، يعني خط الكسر منش راح نكتبه، والبسط والمقام اضعهم بين قوسين. انا نسالكم سؤال، خط الكسر هو راه عمليه، لكن السؤال يطرح نفسه واش من عمليه؟ هل هو عمليه جمع؟ هل هو عمليه ضرب؟ هل هو عمليه قسمه؟ هل هو عمليه طرح؟ الكسر ماذا يمثل؟ يمثل إحدى هاتي العمليات. حنا نبدأ نحسبه. عندنا السؤال ألف، الكسر هو عبارة عن عملية قسمة. الكسر هو عبارة عن عملية قسمة، يعني الآن راح نكتب الأ تاعي، أكتب البسط بين قوسين مثل ما طلب مني، 14 زائد 6، ثم خط الكسر سوف يتغير ويصبح عملية قسمة، والمقام يكتب بين قوسين، هذا ما طلبه مني. ثم احسب. قرينا البارح باللي لما يكون عندي اقواس الاولويه لماذا؟ للاقواس. اذا 14 زائد 6 كم؟ 20. 3 زائد 1 كم؟ 4. اذا عمليه القسمه حتصبح هي اخر عمليه احسبها. اذا أ كم تساوي؟ 20 تقسيم 4 كم؟ هو 5. الآن سؤال باء، أعد حساب أ مستعملا الآلة الحاسبة. طبعا مين اللي قال لي استعمل الآلة الحاسبة؟ معناتها أن الآلة الحاسبة نستعمل فيها الأقواس. إذا نروح نجيبو آلتنا الحاسبة ونحسبو العملية اللي عطاها لي. اذا بيان سور راح ندير الاقواس، هاو طلب مني قال لي ديري لي قوس في البسط وقوس في المقام. اذا نحكمو البسط تاعنا كان هو 14 زائد 6 واغلق القوس تقسيم، عفوا 4 قوس 14 زائد 6 واغلق القوس، ثم تقسيم ماذا؟ تقسيم القوس، مش كان داخل القوس دوكا؟ 3 زائد 1. إذا 3 زائد 1 وأغلق القوس، 5، أعطتني نفس النتيجة 5. إذا نروحوا للسؤال اللي بعده، سؤال ب يعني لا يكتب، هو عبارة عن عملية حسابية. سؤال ج، إذا حجزنا العبارة على الآلة الحاسبة ما هي النتيجة التي ستظهر؟ لاحظوا مليح، لاحظوا مليح العبارة هذه بدون أقواس. يا ترى إذا نزعت الأقواس هنا ما هي النتيجة التي ستظهر؟ نروحوا نديروها. لاحظوا مليح بلي مش راح تعطي نفس النتيجة، دي حاجة واضحة، لأنه الأقواس عندهم دورهم، إذا تنحوا أكيد راح يخلوا خلل، راح يخلوا اختلاف. إذا نبدأ مع بعض نشوفوا. إذا بدون أقواس ندير 14 زائد 6 تقسيم شحال؟ تقسيم هنا راه 3 تقسيم 3 زائد 1 تقسيم 3 زائد 1. شوفوا النتيجة اللي عطاتها لي، عطاتها لي 17. علاه عطاتني 17؟ لأنه الأقواس مهمة، لأنه الأقواس مهمة. لاحظوا هنا بلي راهي 3، هذه راه خطأ من الكتاب، لأنه هذا النشاط أنا جايبته من الكتاب، هناك خطأ، هذه راهي 3، لأنه الهدف من التمرين 16 زائد 4، لا
هذه 14 زائد 6، هذه خطأ، ما نختموهاش، هذه كامل. هل هو سؤال من بعدك؟ لأنه هذه ما تختمنيش. 16 زائد 4 سي 22، ما تخدمنيش. دونك هنايا ورانا حابين نوصلوا، حابين نوصلوا باللي لما يكون عندي خط كسر وعندي في البسط عملية وفي المقام عملية، ونحب نحسبها باستعمال الآلة الحاسبة أو باستعمال الحساب الذهني، رايحة نبدأ بالبسط نحسبه وحده ونحسب المقام وحده، ثم الخطوة الأخيرة هي قسمة كل البسط على المقام. هذا هو الشيء اللي درس اليوم، يعني لما نراجعه كيعود عندي حاسة القسمة تاع كسر لازم ندير أقواس في البسط ولازم ندير أقواس في المقام. طبعا احنا باش نفهمه لازم نروحوا نديروا تمرين. التمرين راه واجد، نجيبوه برك. صح، التمرين نحطوه هنا ونكتبه ونحله. اذا الحل، التمرين ماذا يقول؟ اليك العبارتين A و B، احسب أو أكتب كل كتابة، أكتب كل عبارة دون استعمال خط الكسر، ثم أنجز الحسابات. إذا نبدأ بأ الحل. إذا أ تساوي، مش تساوي، تساوي 40 زائد 8 على 15 ناقص 9. كيف نكتبوها؟ البسط نحطه بين قوسين والمقام نحطه بين قوسين وبينتهم عملية تقسيم. إذا قوس 40 زائد 8 15 ناقص 9 وبينهم عملية قسمة، ثم أبدأ بالأولويات. 40 زائد 8 هي 48 و 15 ناقص 9 هي 6، ثم العملية الأخيرة هي عملية قسمة. 48 تقسيم 6 كم هي؟ 8. إذن A تساوي 8. نروحوا الآن للبي، بيشوفوها شوية صعيبة بالعاني ويحب يصعب لي باش يشوفني إلا فهمت ولا لا. إذا 36 3 في 5 ناقص 6 زائد 6، إذا كل من البسط والمقام بين قوسين. إذا بي تساوي، البسط تاعي هو 36، هو المفروض كيعود عندي عدد واحد ما نديروهش بين قوسين، نديرو العملية. لكن احنا معليش باش نفهمو، ومن بعد واش عندي؟ عندي تقسيم، ومن بعد عندي المقام هو 3 في 5 ناقص 6، ثم لدي العدد الأخير اللي هو زائد 6. إذا نبدأ 36 بين قوسين، بصح ما كاش عملية. هنايا نبدأ بالقوس هذا، القوس في حد ذاته في عمليتين، لاحظوا القوس في حد ذاته في عمليتين، في عملية ضرب وفي عملية ناقص. إذا الأولوية لمن؟ الأولوية للضرب. إذا نبدأ أول حاجة 3 في 5 وشنو هي؟ هي 15 ناقص 6، ونخلو القوسين. علاه نخلو القوسين؟ لأنه مازال ما كملناش. 36 تقسيم زائد 6، عملية قسمة، عملية جمع وقوس، الأولوية للأقواس. إذا نكمل، 15 ناقص 6 كم؟ هي 9. 9 وأنزل العمليات المتبقية، 36 أصبحت الآن لدي عملية قسمة وعملية جمع، الأولوية لمن؟ للقسمة. إذا 36 تقسيم 9 كم؟ هي 4 وأنزل زائد 6. إذا ب في الأخير كم تساوي؟ تساوي 10. اللي ما فهمش واش راني ندير يخلي لي تعليقات تحت الفيديو، ماشي تعليقات في الجروب، يخلي لي تعليقات تحت الفيديو الحاجه اللي ما فهمهاش، نعاود نشرحها ونعاود ندير فيديو جديد، مش مشكل، برك قولوا لي الا ما فهمتوش حاجه. هنا لحد الان كملنا الدرس. اذا اعيد الخلاصه تاع درس اليوم. عندما يكون لدي كسر، هذا الكسر يحتوي على عمليات في بسطه ويحتوي على عمليات في مقامه، كيف احسبه او كيف ابسطه؟ اقوم بكتابه العملية التي في البسط بين قوسين أولا، وبجانبها أكتب العبارة التي كانت في المقام بين قوسين، وأضع عملية قسمة بين القوس الأول والقوس الثاني، أو بين العبارة الأولى والعبارة الثانية.
ثم أقوم باستعمال أولوية الحساب وأحسب عادي جدا. مفهوم؟ إذا الآن نروحوا للتمرين. التمرين راح نحطه هنا في الفيديو باش يشوفوه التلاميذ اللي ما همش معايا في الجروب، وفي نفس الوقت راح نحط لكم في الجروب هكا باش يعني نكون عادي، يعني قاع التلاميذ يشوفوا، سواء التلاميذ الجدد اللي راح يلتحقوا بنا أو التلاميذ اللي راهم ديجا معنا في الجروب ويراجعوا. إذا راح نحط تمرين. خلاص هذا كملناه. نروحوا نحطوا التمرين. ها هو التمرين، شوفوا واش فيه. فيه عندكم تمرين، نبداو بالتمرين الاسهل ثم الاصعب. تمرين 15، اكتب العبارات الاتيه دون استعمال خط الكسر. ما معنى ذلك؟ معناتها البسط نديرو بين قوسين والمقام بين قوسين وبينهما عمليه قسمه ثم ابداوا الحساب. عندنا وحده زوج ثلاثه اربعه، عندكم اربع عمليات، يعني الى خدمتوهم صحيح راكم استوعبتوا الدرس بما فيه الكفايه. التمرين 16 هو تمرين عكسي، اعطاني العبارات هادو، قال لي رجعيهم لي على شكل خط كسر، رجعيهم لي على شكل خط كسر. لاحظوا باللي كاين اللي فيهم اقواس وكاين اللي ما فيهمش اقواس. هذا لازم نحلو لكم فيديو، هذا ماشي اللي نحلوه في الجروب، هذا نحلوه فيديو. نحط لكم الفيديو اليوم في الليل هذا ان شاء الله، باسكو هذه تلاميذ على بالي بلي شويه تخربطوا فيه، لكن معليش مش مشكله. اليوم في الليل ندير تابع للدرس ثلاثه، ندير فيديو وما تابع لدرس ثلاثه وتشوفوا الحل. حظ سعيد والى اللقاء في درس جديد ان شاء الله. الى اللقاء.